السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقدم لكم الآن تطبيق سيفيدكم كثيرا في تطوير الأذن الموسيقية، خاصة القراءة الإيقاعية. كالعادة التطبيق مجاني وموجود في البلاي ستور. أترككم مع التطبيق. نفتح التطبيق، نختار مود كلاسيك. أنا فقط أعطيكم فكرة عن البرنامج، وأنتم يمكنكم التعمق فيه وفي محتوياته إذا أعجبكم. مستوى الأول، الأشكال التي يمكن أن أدرسها في هذا التطبيق، بعضها مجاني والآخر مدفوع، ولكن سنكتفي بالنسخة المجانية فهي تفي بالغرض. نعطي مثال، هنا لدينا إما تقليد إيقاع، قراءة إيقاع، إملاء إيقاعي، تقليد إيقاع أيضا. أدخل على المثال الأول، أضغط هنا. عندما أنقر في وسط الدائرة سيتم توقيع الإيقاع. يمكنني إعادة الإيقاع مرة أخرى. أو يمكنني الانتقال إلى إيقاع آخر. لاحظوا معي في البيضاء، أنا لا أقوم بتوقيع نبضتان وإنما نبضة واحدة، كأني أقرأ ولا أوقع النبضات. يمكنني الإعادة. ننتقل إلى مثال آخر. ننتقل إلى مقطع آخر في هذا البرنامج. ننتقل إلى قراءة إيقاعية. يعطيني الوزن 4 نبضات وسنبدأ. إذا أخطأت فهو يقوم بوضع نقطة حمراء. لاحظوا. أنا قمت بإعطائكم فقط فكرة عن البرنامج، إذا أعجبكم يمكنكم تحميله.